حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج المؤشر. وفي ختام هذه الجلسة التي نتابع فيها معكم هذه التراجعات وزيادة التراجعات وجني أرباح بعد ارتفاعات لعدة جلسات، ها هي المؤشرات تعود مرة أخرى وتواصل المسير في المنطقة الحمراء على جميع مؤشرات السوق، السوق العام وكذلك الأول وأيضا السوق الرئيسي. تفاصيل هذه التراجعات نأخذها من الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت. حياك الله أبو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. رقم التراجعات ورقم الضغوط البيعيه على السوق الاول، يعني بيعيه بسيطه جدا مشاهدينا الكرام، حتى التراجعات بسيطه، ولكن يقابله هناك شراء واضح على اكثر من شركه، هناك دخول ايجابي، هناك تماسك لبعض الاسعار، يعني اللي قاعد يصير جني ارباح على شركات صعدت الفتره الاخيره صعود قوي جدا، لذلك جني الارباح واضح مشاهدينا الكرام بانه يعني بسيط جدا لا يكاد يذكر امانه. رقم موجود تراجعات 18 نقطه و 17 نقطه، لكن مقارنه بالصعود الماضي لا يذكر، لكن الأرباح مستمر مشاهدي الكرام على هذه الشركات اللي ارتفعت ارتفاعات قياسية، لكن دخول شركات كثيرة جدا في المنطقة الخضراء ووجود قوة شرائية لهذه الشركات أمر جدا إيجابي مشاهدي الكرام، يعادل الكفة بالنسبة لعملية جني الأرباح. نذهب مباشرة مشاهدي الكرام المؤشرات، ومن ثم نبدأ الحديث عن أبرز الشركات نشاطا في هذه الجلسة. ولاحظ اليوم أكثر من شركة فيها نشاط جدا ممتاز ودخول قوي جدا على الشركات، وملفت النظر أمانة، تداولت ملفت النظر على بعض هذه الشركات. نشوف معاكم مشاهدي الكرام التراجعات 15 نقطة و20 نقطة للسوق العام، كان أكثر متراجع بكمية تداول، لاحظ الكمية يعني نوعا ما مقبولة مشاهدين الكرام مثل الأيام الماضية 306 مليون و800، هذه الكمية تمت من خلال 10670 صفقة بقيم 37 مليون و190. طبعا أمس كنا 45، اليوم 37 مليون، قيمة قاعد تقل شوية مشاهدين الكرام، ولكن بالنسبة للوضع العام الوضع يعني جدا جيد. 11 مليون و600 للسوق الرئيسي، تراجع 7 نقاط ونصف النقطة. السوق الأول كان متراجع أكثر من 27 28 نقطة أثناء قبل ما أطلع الهواء، حاليا ما يقارب 19 نقطة بكمية تداول 59 مليون وبقيم 25 مليون و200. يعني مشاهدينا الكرام اليوم اللون الأخضر في السوق الأول أفضل من الأيام الماضية، اليوم اللون الاخضر افضل من الايام الماضيه، وهذا واضح مشاهدينا الكرام ان رغم وجود التراجعات، رغم وجود الضغوط البيعيه، ولكن يقابل عمليات شراء على اكثر من شركه. اليوم ملفت للنظر اكثر من شركه، عندي شمال الزور اليوم وضعيته جيده، عندي انا البنك وربا يستمر بالنشاط الايجابي، هذا بالنسبه للسوق الاول، وكذلك في شركات اليوم منطقه الخضراء، ولكن ابرز تداولات على هاتين الشركتين. في المقابل عندي انا نشاط واضح اليوم في السوق الرئيسي على اكثر شيء على المشتركه بصعود حوالي 17 او 18 فلس، على الجزيره بعد اعتماد شركه ثروه للاستثمار كصانع سوق على اسهم الجزيره، لاحظنا هذا النشاط الايجابي على هذه الشركات في السوق الرئيسي. يعني السوق الرئيسي اليوم في تبادل ادوار لكثير من الشركات، دخول مجموعه المدينه اليوم في النشاط مشاهدينا الكرام، خاصه المدينه السلام وان اليوم بنشاط جدا طيب، يعني اكثر من شركه في هذه المجموعه، دخول جميع اخرى في عمليه جني ارباح ما صعدت في الايام الماضيه، صعدت في الايام الماضيه، اليوم جني ارباح واضح على هذه الشركات كاعيان، واعيان اليوم في عروض كبيره جدا مشاهدينا الكرام، يعني اليوم الوضع جيد مشاهدينا الكرام رغم وجود عمليه جني ارباح، ولكن الوضع جدا ايجابي. خلينا نشوف معاكم ايش راح يصير في نهايه هذه الجلسه وقفلات المزاد، هل راح يتغير وضع الافضل، هل راح نشوف وضعيه ايجابيه لبعض الشركات ام يكون هناك تراجع لهذه الشركات. نشوف معاكم هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. الوطني يطلب 979 115000، طبعا الاقفال باجي عليه باكر وبعد باكر اقفال سنوي، لذلك اقفالات الربع سنوية مهمة جدا. 979 115 معروض 80 46 1300 سهم لا شيء. بنك الخليج مطلوب 245 معروض 226، وضعه راح يكون على استقرار، بنك الخليج تماسك عند هذا المستوى السعري. الدولي كذلك تماسك مشاهدينا الكرام وفي المنطقة الخضراء في هذه الجلسة. برقان تراجع في هذه الجلسه رغم ارتفاعه في جلسه الامس 208 231 يطلب حاليا، ممكن يعدل في نهايه هذه الجلسه الى استقرار. بيتك على تراجع ممكن يعدل كذلك. بنك بوبيان المستقر مشاهدينا الكرام بطلبات جدا جيده. مشاريع الكويت اليوم في المنطقه الخضراء بعد تراجعها في جلسه الامس. المباني كذلك تعود للمنطقه الخضراء بعد تراجعها اثناء الجلسه، يعني كان تراجع 7 8 فلوس لكن عدلت وضعيتها. تراجع الصناعات الوطنيه، ارتفاع لبوبيان بالكيماويات، تراجع القرير، ارتفاع لاجيلتي، تراجع لزين وهيومن سوفت، فيما تراجع الأهلي المتحد البحريني لكن ممكن يعدل في نهاية هذه الجلسة. الطلب جيد. بنك وربا يستمر بالنشاط الإيجابي مشاهدين الكرام وبدخول قوي جدا لوربا، ميزان على تراجع متكاملة باستقرار. شمال الزور اللي وضعيته جدا إيجابية مشاهدين الكرام رغم تراجع على مستوى 32 ولكن رد مرة ثانية وعاودة الكرة في الصعود إلى 234 مداولة مليونين و 60، وما زال ونعيد ونكرر ما زال شمال الزور محملا بالأرباح 25% نقدي. البورصة تراجع في هذه الجلسة مشاهدين الكرام، راح تستمر بالتراجع، ممكن تراجع اكثر في نهايه هذه الجلسه لكن مستمره في التراجع حتى هذه اللحظه. اما بالنسبه للسوق
الرئيسي، فنجم التداولات اليوم في السوق الرئيسي بالنسبه للقطاع المصرفي الاهلي الكويتي، الاهلي الكويتي اليوم 5,400,000 تقريبا، تداول جدا ممتاز 196 حاليا وراح يتم على 196 في هذه اللحظات. التجاري مع التداولات ضعيفه جدا، المتحد على تراجع في هذه الجلسه، تداوله حوالي 490,000. عندي انا دخول كويتيه والتسهيلات التجاريه في المنطقه الخضراء، استثمارات وطنيه على تراجع، الساحل في نشاط واضح مشاهدي الكرام في اليومين الماضيين، ولكن الكميات لا زالت دون الطموح بالنسبه للساحل. بيت الاوراق الماليه يتراجع في هذه الجلسه مشاهدينا الكرام، رغم ان التداولات كانت جيده في جلسه الامس ولكن لم يستمر بالصعود، لم يستطيع ان يخترق المقاومات، لذلك وضعيته مستقره. ارزان كذلك اليوم وضعيه جدا ممتازه ودخول جدا ايجابي لارزان في هذه الجلسه، وتداول 22,000,000 وشوي، ولاحظنا كميه تداول مرتفعه على ارزان، تراجع للمركز المالي، تراجع لكميفك، رغم انه كان بارتفاعات جدا جيده يعني عوض، لكن راح يكون بارتفاع جيد في نهايه هذه الجلسه. كميفك 114 راح يكون في المنطقه الخضراء الأولى على تراجع بعد دخول الأمس والدخول النشط في جلسة الأمس. الخليجي في المنطقة الخضراء، لكن هل يستمر في حتى نهاية هذه الجلسة ولا لا؟ أما بالنسبة لعيان فتراجع في هذه الجلسة مشاهدينا الكرام بسبب الضغوط البيعية الكبيرة جدا أو 18,000,000 رقم، وجود عروض، يعني لو نشوف العرض المعروض بليمية فلس حوالي 34,000,000، لذلك عيان تعرض لضغط واضح مشاهدينا الكرام. عندي بيان اليوم على تراجع، عندي أصول، عندي كيفك، عندي كامكو، عندي الوطنية الدولية القابضة، عندي يونيكاب، جميع هذه الشركات في المنطقه الحمراء. مدار اليوم في المنطقه الخضراء والسلام واكتتاب اليوم وضعيتهم جيده مع المدينه، يعني مجموعه المدينه جيده باستثناء المستثمرون المتراجع، بعد ان كان مستثمرون هو النشط في الفتره الماضيه، لكن اليوم مستثمرون لا يرتاح شوي ويصعدون بقيه شركات هذه المجموعه. حدي عندي كذلك ان اليوم بارتفاعات جدا قياسيه، ان وكذلك بترو جلف اليوم تداولاتهم جدا ممتازه وقياسيه مشاهدينا الكرام، كميه تداول كبيره جدا. دشين المزاد، راح اكمل معاكم بعد شوي مشاهدينا الكرام هذه يعني طبعا هذا التحليل لهذه الشركات، لكن ننتظر ماذا سوف تسفر عنا هذه الجلسة، الجلسة النشطة، الجلسة الإيجابية، الجلسة اللي يعني رغم اللون الاحمر ولكن فيها شراء، بس القيمه شويه متدنيه. الكميه المتداوله نقول امس يعني كانت يعني 338، اليوم 306 فيها تراجع، ولكن السيوله اللي كانت امس 45,000,000 اليوم لا 37,190,000، هل راح يكون هناك دخول قوي جدا للسيوله في هذه الجلسه ولا لا؟ راح يبين معانا مشاهدينا الكرام واللحظات الاخيره والحاسمه من عمر هذه الجلسه، ونتمنى التوفيق للجميع. وقاعد تزيد الطلبات على بعض الشركات القياديه، لكن واضح ان الشمال الزور احتمال تقفل على استقرار 33، احتمال تقفل على استقرار لان العرض اكثر من الطلب حاليا. نشوف بقية الشركات الأخرى مشاهدين الكرام، الوطني بوضعية جيدة، الطلب جيد مشاهدين الكرام مقارنة بالعرض. بنك الخليج راح يكون على استقرار في هذه اللحظات، يعني الوضع جيد مشاهدين الكرام والتماسك إيجابي في نهاية هذه الجلسة. ونشوف الإقفالات اللحظات الأخيرة، دشينا 39 ولم يتبقى إلا ثواني معدودة مشاهدين الكرام، ونتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى إن شاء الله أن نرى جلسة إيجابية، جلسة خضراء، جلسة فيها تماسك إيجابي مشاهدينا الكرام. واللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة، ثاني جلسات الأسبوع، الجلسة الحمراء ولكن في باطنها شراء، جلسة حمراء ولكن في باطنها شراء لبعض الأسهم رغم وجود تراجعات، ولكن تراجعات طفيفة جدا. المشتركة اليوم نجم التداولات 4,200,000، ها هو الإقفال الوطني 3 فلوس، تراجع الوطني مشاهدينا الكرام، الوطني يتراجع ب3 فلوس حاليا. وبعد الوطني عندي انا الخليج على استقرار، عندي الاهلي على ارتفاع، عندي الدولي على ارتفاع، عندي برقان على تراجع، وبيتك على تراجع، وبعد بيتك صفقات كثيره جدا مشاهدينا الكرام. السيوله 38.5 ترتفع السيوله بحوالي 700,000-800,000، بيتك صفقات كثيره لبيتك، بنك بوبيان يتراجع، ثريا على ارتفاع، المشاريع ارتفاع البيت على استقرار، ارزان بارتفاع مشاهدينا الكرام 57 لارزان، ودخول قوي جدا على ارزان، دخول قوي جدا، اعيان على تراجع، ونلاحظ السلام بارتفاع، اكتتاب بارتفاع، المدينه بارتفاع، مجموعه المدينه هي الافضل اليوم، نور بتراجع، الخليج بارتفاع، والتامين ابو ثقل التامين، صالحيه العقاريه، نلاحظ عربي عقاريه على تراجع، المباني باستقرار، مستثمرون على تراجع، ونلاحظ كذلك مشاهدينا الكرام سنام بارتفاع، مينا العقاريه بارتفاع جيد، رمال بارتفاع، الصناعات الوطنيه على تراجع، السفن بارتفاع، وبعد السفن عندي انا
شوف ايش راح يصير مشاهدينا الكرام. زين على تراجع، جلتي على ارتفاع والانظمه على تراجع، ان بارتفاع ان بخلقه جدا لان مشاهدينا الكرام، ان بنشاط واضح، المعامل كذلك اليوم بنشاط واضح، البترول قلب بارتفاع والمشتركه بارتفاع، المشتركه هي بنت تغرد عاليا امانه، المشتركه اليوم وضعيتها مختلفه تماما، فيها قوه شرائيه كبيره جدا، اولى وقود لوجستيك كذلك مشاهدينا الكرام على تراجع، اسمنت الخليج بتراجع، دبي جي اف اتش بتراجع، الاهلي المتحد البحريني في السين بنك وربا يرتفع مشاهدين الكرام ب 254، شمال الزور على استقرار، ونشوف هذه البورصه يتراجع مشاهدين الكرام، الجزيره بيرتفع هذا الشراء بعد المزاد، الشراء اللي بعد المزاد نشوف ايش قاعد يصير مشاهدين الكرام، نشاط واضح وتباين في الاداء في نهايه هذه الجلسه، حيث يتراجع السوق العام ب 17 نقطه و 17 نقطه 5556 بكميه تداول 317 مليون، هذه الكميه تمت من خلال 11107 بقيم 38 مليون 700، نصيب السوق الرئيسي 12 مليون 300، بيرتفع في نهايه الجلسه السوق الرئيسي بنقطتين و16 نقطه، فيما السوق الاول مشاهدينا الكرام 27 نقطه و16 نقطه، يتراجع اكثر مع تراجع بعض الشركات القياديه في نهايه هذه الجلسه، ولكن التراجع مقبول اسوه في الارتفاعات القياسيه اللي كانت وصلت 70 80 نقطه في الفتره الماضيه، طبعا بقيم تداول 26 مليون و500 مشاهدينا الكرام، يعني النشاط جدا ايجابي، او نكمل معاكم ونشوف وضعيه السوق الوطني على تراجع، الخليج باستقرار، ارتفاع للدولي، تراجع لبرقان وبيتك وبوبيان، وارتفاع لمشاريع الكويت واستقرار للبباني، وتراجع مشاهدين الكرام للصناعات الوطنيه، وارتفاع لبوبيان بتكماويات، وتراجع للقرين، وارتفاع لاجلتي في هذه الجلسه، فيما زين تتراجع وكذلك هيومن سوفت والاهلي المتحد البحريني، بنك وربا يغرد عاليا في الايام الماضيه وكذلك في هذه الجلسه المتكامله، وشمال الزور على استقرار، فيما البورصه على تراجع، هذا بالنسبه للسوق الاول، اما السوق الرئيسي فعندي انا اليوم الاهلي الكويتي بارتفاع والمتحد على تراجع والكويتيه والتسهيلات في المنطقه الخضراء ولكن بكميه بسيطه جدا، تسهيلات سهم واحد فقط لا غير، الصناعات الوطنيه متراجعه، الساحل بارتفاع، بيت الاوراق الماليه يستقر في نهايه هذه الجلسه، وجود صفقه متفق عليها اعتقد مرتين بالشريط حاليا لبيت الاوراق الماليه ب 12 مليون سهم، ميزان بارتفاع مشاهدين الكرام 57 بطلبات جدا ممتازة، المركز المالي على تراجع، كيفك بارتفاع 111 والأولى على تراجع والمال على استقرار، والخليجي يرتفع في نهاية هذه الجلسة مشاهدين الكرام عند مستوى 98، وبعد تراجعات الأمس حوالي 8 فلوس تقريبا يتراجع أكثر شركات تراجع كان الخليجي، يرتد في هذه الجلسة السلام واكتتاب في المنطقه الخضراء وتراجع الصكوك وارتفاع للمدينه وارتفاع جدا جيد لوثائق التامين التكافلي وبعض شركات التامين ككويت التامين وخليج للتامين، فيما الشركات العقاريه عندي عقارات الكويت تتراجع وارتفاع المتحده الوطنيه العقاريه والصالحيه العقاريه وارتفاع لسنام، والمستثمرون اليوم يتراجع ب 17 فلس بالدوله 33 مليون وارتفاع جيد للتعمير بمليونين 900 وارتفاع وتراجع مديره الاعمال مليون 700 وارتفاع جيد لمين العقاريه، مين العقاريه منذ بدايه الجلسه وضعيتها مختلفه تماما مشاهدينا الكرام وفيها قوه شرائيه 19.6 حاليا ب 3 مليون 300، فيما تراجع اسمنت الكويت والكيبلات وارتفاع للسفن وبورتلاند وكذلك للسك في هذه الجلسه وارتفاعات جيده لبعض الشركات الاخرى مشاهدينا الكرام، ولكن خلينا نشوف معاكم ان بارتفاع جدا ممتاز بتداولات قياسيه 59 مليون وارتفاع لبترو جلف 19.9 مطلوب المليون وشوي مشاهدينا الكرام 24 مليون تداول لبترو جلف وارتفاع اليوم المشتركه وهي اعلى الشركات ارتفاعا واكثر الشركات نشاطا تقدم التكنولوجيا لا متقدم منتزهات المنطقه الخضراء، الجزيره بارتفاع مثل ما قلنا 604 ارتفاع قياسي للجزيره مشاهدينا الكرام في هذه الجلسه بعد دخول ثروه كصانع سوق عليها، والشركات الاخرى عندي انا جياد في المنطقه الخضراء، المواشي في المنطقه الخضراء، اسمنت الخليج في المنطقه الخضراء، انفست اليوم في المنطقه الخضراء بعد تراجعات الامس وكذلك الثريا في المنطقه الخضراء، يعني الوضع مشاهدينا الكرام رغم وجود بعض التراجعات ولكن وضع ايجابي وشراء قوي جدا على معظم الشركات، نتمنى استمراريتها مشاهدينا الكرام في جلسه الغد ان شاء الله مع لون اخضر، يعني اليوم لون احمر نتمنى الاخضر باكر للسوق العام وكذلك السوق الاول، رغم وجود اللون الاخضر حاليا للسوق الرئيسي والسوق الرئيسي في قوه شرائيه واضحه مشاهدينا الكرام، وهناك تبادل الادوار لكثير من الشركات، شركات تتراجع تجني ارباح في شركات اخرى تساندها في الصعود وهذا امر جدا ممتاز، نتمنى ان شاء الله جلسه الغد تكون افضل من هذه الجلسه مع سيوله ايجابيه، وكل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد يعطيك العافيه، مشاهدينا الكرام هكذا انتهت ثاني جلسات هذا الاسبوع على تباين ارتفاع لمكونات السوق الرئيسي مما جعل المؤشر
يتلون بنقطتين خضراء عند مستوى 4396 نقطة، بينما التراجع والمزيد من التراجع أيضا في نهاية هذه الجلسة ب 17 نقطة للسوق العام عند مستوى 5566 نقطة، والسوق الأول كذلك بتراجعات لطالة الشركات القيادية 27 نقطة حمراء عند مستوى 6155 نقطة. السيولة هي الأضعف إذا ما قررناها في جلسات ماضية كانت ترتفع فيها مؤشرات السوق. دعونا نقرأ تفاصيل هذه التراجعات وهذا التباين بين مؤشرات السوق وأيضا الدخول على بعض المجاميع النشطة من مكونات السوق الرئيسي مع ضيفنا عبر سكايب الخبير في أسواق المال الأستاذ ميثم الشخص. حياك الله أستاذ ميثم، يا أهلا ومرحبا فيك. يا اهلا وسهلا استاذ رعد، مساءكم مساء الساده مشاهدي تلفزيون الكويت بألف خير ان شاء الله. حياك الله استاذ ميثم، تابعت معنا جلسه اليوم. تعليق عام قبل ان ندخل على بعض تفاصيل ارتفاعات بعض الشركات الصغيره والمتوسطه من مكونات السوق الرئيسي. نعم، حقيقه يمكن هذه الجلسه اذا كان افضل وصف لها هي جلسه التماسك، جلسه انتظار، جلسه ترقب. هناك جلسات لمجلس الأمة مرتقبة محليا انتظار ما ستكون الملامح الرئيسية للسياسة المحلية والأوضاع السياسية المحلية، على الرغم من وجود يعني نقول احنا جانب مطمئن إلى حد كبير ان هناك استقرار، هناك طبعا يعني نقول اطمئنان إلى الأمور السياسية كيف ستكون في الأيام القليلة المتبقية من عمر مجلس الأمة الحالي في هذا الدور. لكن تبقى أن يعني قد تكون هناك مخاوف لدى المستثمرين من المفاجآت، وهذا أمر طبيعي في أي سوق رأس مال يتخوف. مع وجود مثل هذا الأمر ومع وجود الترقب، إلا أن وجدنا أن هناك تماسك كبير في كثير من الشركات. نعم صحيح أن يمكن حتى في عملية الإقفال ساعد موضوع الضغط النفسي على تراجع بعض الأسهم القيادية مثل بيتك، كان منخفض 5 فلوس في اللحظات الأخيرة انخفض 7 فلوس، هذا طبعا كنسبة أعلى من حتى في الوزن. في الوطني أيضا كذلك كان في السين صار 3 فلوس. هذه الفوارق البسيطة أدت إلى زيادة تراجع المؤشر في السوق الأول من 0.3% إلى 0.45%، يعني نسبة مؤثرة حقيقة. لكن بشكل عام 11 شركة متراجعة مقابل 5 شركات مرتفعة، إذن هناك حالة من التباين، هناك حالة من عمليات الشراء. يمكن حتى أخونا عايد ذكر قبل قليل بأن هناك عمليات شراء على الرغم من تراجع كثير من الشركات وأن الصبغة العامة للمؤشرات باللون الأحمر، إلا أن كانت هناك رغبة، كانت هناك عمليات دعم كبيرة للشركات. تراجعها ووقوفها عند مستويات معينة في التراجع في السوق الأول. السوق الرئيسي كان أفضل كثير من السوق الأول، هناك ارتفاع في السيولة نسبيا إذا ما قارنا في السيولة العامة اللي هي تقريبا أكثر من 38 مليون دينار ونصف، تقريبا نجد أن قريب 32% أو 31.5% تقريبا أو أكثر من ذلك بقليل للسوق الرئيسي، 12,300,000 تقريبا 12 مليون و300,000 للسوق الرئيسي، دلالة على أن هناك عمليات شراء مكثفة. أعيان لا زالت تتألق في السوق الرئيسي على الرغم من تراجعها المحدود. هناك تألق لبعض الأسهم الأخرى ارتفاعا، سواء يعني المشتركة وآن وغيرها من الأسهم التي شهدت عمليات شراء مكثفة. أيضا أرزان تتجاوز في القيمة المليون دينار هي مع المشتركة. إذن الدلالات الأساسية في السوق الرئيسي أدت إلى أن هناك نشاط استثنائي للأسهم الصغيرة خلال الفترة الماضية، واستمرار هذا النشاط في جلسة اليوم دلالة على أن عمليات الثقة المتبادلة ما بين المستثمر والسوق وخاصة في السوق الرئيسي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، على الرغم من جائحة كورونا وآثارها السلبية على مستوى العالم، إلا أن هناك طبعا
يعني ثقة بأن ربما ستكون هذه الشركات في مرمى المؤشرات نعم. العالمية في المستقبل القريب. ممتاز أستاذ ميثم، يعني في ظل هذه التراجعات اللي تكلمت عنها، إلا أن هناك أيضا أسهم وشركات كان لها ارتفاع ربما يكون قياسي، يعني مثل الجزيرة ارتفاعاتها القياسية اليوم، كيف تعلق عليها؟ حقيقة يمكن على الرغم من المصاعب التي تمر بها شركات الطيران وقطاع السياحة والسفر، وكثير من هذه الشركات اليوم أقرأ تقرير بأن شركات الطيران في الولايات الأمريكية المتحدة يعني خسائرها فاقت حتى خسائر 11 سبتمبر الذي كان فيه ما كان من أمور لها علاقة في قطاع الطيران وشركات الطيران في ذلك الوقت. لذلك نحن نتكلم عن أزمة كبيرة لشركات الطيران على مستوى العالم، فبالتالي أي شركة طيران اليوم تسجل ارتفاع فهذا الأمر حقيقة يثير انتباه المستثمرين. شركة الجزيرة أنا أعتقد وفق المعلومات المتاحة لدي بأن استراتيجية الإدارة وتكييف الإدارة الحالي للأمور مع وجود تشغيل جزئي نقول للشركة في الوقت الحاضر، إلا أنها يعني استطاعت أن تقلل المصاريف بشكل كبير. الأرقام حتى الآن يمكن غير واضحة تماما من الجائحة، نتطلع بأن طبعا تتغير الأمور خلال الفترة القادمة. هناك تفاؤل بعودة جدول الطيران لهذه الشركات بالارتفاع لعدد الرحلات وبالتالي زيادة الإيرادات، وهذا ما يعني ينتظره السوق بأن شهر أكتوبر سيكون عام يعني أو عفوا طريق جديد لشركات الطيران. لذلك ليس مستبعد بأن تشهد أسهم شركات الطيران خاصة في الخليج، نتكلم لأن كثير من الشركات مثل الطيران الإماراتي أو القطري أو الطيران السعودي الآن بدأ العمل مرة أخرى، بالتالي يمكن هذه هذا التعافي بادي وواضح لديها القابلية نعم. في تعويض الخسائر. نعم يعطيك العافية وكل الشكر لك الخبير في أسواق المال أستاذ ميثم الشخص على كل هذه الإيضاحات وقراءة جلسة اليوم. شكرا جزيلا لك والشكر موصول لكم مشاهدي ومتابعين برنامج المؤشر. نلقاكم إن شاء الله على خير لنتابع معكم منتصف جلسات هذا الأسبوع في يوم الغد. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.